الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الخارجية تعلن انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خرسون الأوكراني. وموسكو تلمح لانتهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا قريباً، وكييف تطلب من الناتو أنظمة دفاع جوي ومقاتلات. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وبدأت هذه النشرة مع سمر الزهيري. سمر أهلا بك. أهلا بك يا داليا، وأهلا بالسادة المشاهدين. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلاً عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات. بناء على تعليمات سيادتك يا فندم، تم الانتهاء وتشغيل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلو متر وبعرض من 4 ل 8 حاره مروريه. المحور ده يا فندم بيبدا من صناديق القمر الصناعي عند الشارع اللاسلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتور سمير موسى ونفق الاسمرات. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق صعيد الحر، وبيقدر ان هو ينقله لمناطق القاهره الجديده ومن العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور. محور الدكتور سمير موسى، محور اللواء عمر سليمان، وبرده يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومنها إلى طريق السويس وصولا إلى مطار القاهرة الدولي ومرورا بمدينة الأمل ومدينة نصر عن طريق محور شينزو آبي. وبيقدر يا فندم ياخد القادم من الجنوب وينقله مناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة ومنها إلى الجيزة عن طريق امتداد محور المشير ومحور جيهان السادات. طبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، تم البدء في تشغيل المرحلة الثالثة من محور جيهان السادات اللي بتنفذه وزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير. المحور ده يا فندم بيبدا من تقاطع مع شارع لطفي السيد عند منطقه نفق ابو حشيش. بكده يا فندم نقدر نقول ان احنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهره المختلفه بدون استخدام شبكه الطرق القائمه وخاصه الطريق الدائري وطريق الاوتوستراد. بكده يا فندم قدرنا ان احنا نقلل زمن الرحلات، وبالتالي قدرنا ان احنا نرشد في استخدام المحروقات والوقود بانواعه. احنا قلنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المره اللي فاتت. ايوه فندم، هو مفتوح تمام. المحور نفسه يا فندم تمام. احنا دلوقتي يا فندم هنبدا في المنطقه المحيطه بالمحور ده. اتفضل. تطوير الطرق المحيطه يا فندم بمحور حسب الله الكفراوي عباره عن طرق قائمه هيتم توسيعتها فندم ورفع كفائتها باجمالي اطوال 18.5 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. الطرق انشاء جديده فندم هتبقى باجمالي اطوال 6 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حر مروريه لكل اتجاه. اهم طريق يا فندم في الطرق المحيطه بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسين يا فندم، بيبدا من القاهره الجديده وطريق العين السخنه القديم مرورا اسفل طريق العين السخنه الجديد عن طريق نفق القطاميه. النفق ده يا فندم حاليا اتجاه واحد، ان شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حر مروريه لكل اتجاه. والشارع ده فندم هيوصل الى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاوتوستراد وصولا الى شارع اللاسلكي. وبكده فندم نقدر نقول ان احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافه من طريق الاوتوستراد مرورا بزهراء المعادي الى القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. وبيتم برضه فندم حاليا انشاء محاور موازيه شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتوره سميره موسى. ايوه يا امير سيادتك. شكرا.
ده اللي هيربط المقطم صلاح سالم مش كده؟ تمام يا فندم. مش كده؟ تمام مش كده؟ طيب شاكرين. حاجه ثانيه؟ تمام كده. طيبين. إلى جانب المراحل النهائية من محور الدكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. شرفنا هنا يا فندم في محور دكتورة سميرة موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة نصر ويتجه جنوبا في أرض المعسكر ثم بيعبر طريق المشير طنطاوي كوبري علوي ثم جنوبا وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كوبري علوي ثم بيتجه موازيا للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كوبري علوي ستشرفتنا منه دلوقتي ثم محور الشهيد ثم ينتهي عند محور حسب الله الكفراوي. محور ده فن طول 11 كيلومتر 5 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده فندم هيوصلنا لمحور مرور جديد سيادتك صدقت على بدء العمل فيه هو محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور يا فندم ياسر رزق يا فندم بطول 7 كيلومتر 5 حارة مرورية كل اتجاه بيبدأ من تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي ومحور الدكتور سميرة موسى ثم بيتجه غربا موازيا لكورنيش المقطم والطريق الدائري حتى التقائه بنهاية شارع 9 نزولا حتى طريق صلاح سالم. سيادتك برضه يا فندم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشاذلي في متحف الحضارات محور الدكتور ياسر رزق بحيث يا فندم يبقى جبنا الحركه المروريه من مناطق كورنيش النيل والقاهره القديمه وربطناها بمحور ياسر رزق ثم بنتجه يا فندم شرقا جبنا من الغرب للشرق بالظبط كده يا فندم. وده اول مره تشتغلوا على المقطم في المنطقه الجبليه دي بالظبط يا فندم وهتربط المقطم من فوق مش كده برضه؟ كده ستك صدقت برضه يا فندم على تطوير كورنيش المقطم معانا فبذلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق وننقل الحركه المروريه كلها من مناطق كورنيش النيل ثم وسط القاهره فشرق القاهره فحتى القاهره الجديده يا فندم. احنا هنخلص الجزء الرابط ما بين الدكتور صلاح الشاذلي تمام وياسر رزق احنا فندم بندقق الدراسه النتيجه لطبيعه المنطقه الجبليه يا فندم وننقل العرض للسبت. طيب كنت انا قلت تدرس حاجه كده جوه المقطم فوق نفسه بالظبط يا فندم اللي هو محور موازي تاني للمحور شارع 9 كده اه بتصدق برضه صدقت ندرس بنبدأ ندرس برضه ربط اللي هو محور ياسر رزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جهه السبت وجاري دراسته فندم احنا بس احنا لو عملنا كده هنخفف على صلاح سالم خالص بالظبط يبقى اي حد جاي من القلعه وجاي من السيدة عيشة والكلام ده يبقى الموضوع بالنسبه له سهل خالص تمام شرق وغرب يعني تمام فمحور سميرة موسى فندم اتعمل عليه اربع اعمال صناعيه اولها يا فندم تقاطع اربع كباري اربع كباري تمام الكوبري الاول يا فندم تقاطع محور الشهيد وده تم بنسبه 100% يا فندم وتم تشغيله للمرور يا فندم. تاني كوبري يا فندم هو كوبري تقاطع المحور مع محور المشير محمد علي فهمي وكان في الاول يا فندم كان هو اتجاه واحد بس يا فندم فرده واحده بلوبه واحده وسيادتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المروريه وبالفعل يا فندم الحمد لله يا فندم عملنا عمليه توسعه وحقق له جميع الحركات المروريه يا فندم وصل لاطواله الاجمالي 2 كيلو تقريبا وان شاء الله يا فندم ده يعني قبل نهايه الشهر هيكون داخل التشغيل باذن الله. ثم يا فندم مرورا يا فندم بكوبري تقاطع المحور سميره موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سيادتك ده يا فندم احنا بالفعل بدانا نرفع اعمال الكمر بتاعته وان شاء الله يا فندم ضاغطين بحيث ان قبل برضه بنهايه قبل نهايه الشهر يكون داخل يعني على العيد باذن الله يا فندم ان شاء الله. يبقى يا فندم اهم كوبري على المحور يا فندم واكبر كوبري هو كوبري تقاطع محور سميره موسى مع محور المشير طنطاوي. الكوبري ده يا فندم ليه طبيعه خاصه لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير وده خلاني ما اقدرش اعمل محور او اكس في النص يشيل الكوبري فاضطريت انفذ باكيه معدنيه بطول 72 متر وتعتبر يا فندم من اطول الباكيات اللي احنا بننفذها بالاضافه يا فندم ان انا عليت بارتفاع الكوبري وصلت لارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المونوريل يا فندم وبالفعل الحمد لله يا فندم احنا بننفذ الاعمال يعني يا فندم بامان جايبين شده معدنيه مخصوصه خلص ده يا فندم ان شاء الله هيخش معانا بنهايه شهر 5 يا فندم 30/5 خطته الزمنيه نظرا لطبيعته يا فندم بس باذن الله احنا بننسق حاليا مع الاداره العامه لمرور القاهره عشان نبتدي اعمل التحويلات المروريه عشان خلال 10 ايام النهارده هبدا اورد الكمر المعدني اللي اعلى المونوريل وابتدي ان شاء الله يا فندم ارفعه تبعا. طب انت خليني بس هنا ارجع عند الكوبري لان ده هيربط الشمال بالجنوب بشكل كبير قوي انتوا هنا لو انا النهارده جاي من يعني من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على محور المشير اخش ازاي؟ احنا يا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر يا فندم الف وارجع
واخد يعني اخد دوائر الدوران يا فندم من الصواني اللي على المحور فندم. وانت عامل نفس الكلام هنا وعامل صواني يا فندم على مسار المحور بالكامل، اقدر يا فندم اخد الطرق الايه العرضيه اللي بالكامل دي كلها. طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال اللي انا دايما بساله، تمام يا فندم، في حاجه شايفينها ممكن نعملها و احنا يا فندم تقترحوها استكمالا يا فندم اللي سيادتك بتوجه دي يا فندم، ان احنا برضو طورنا الطريق مثلا زي مشير محمد علي فهمي ووسعناه لكل الطرق اللي بندخل فيها، بنوسعها لخمس حرام مروريه زي ما سيادتك امرت، فبحيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها وشمالها بنوسع اللي موجود لخمس حرام مروريه. ما احنا اتفقنا على حته الكتله دي كلها بالكامل ان احنا هنعمل فيها كده، تمام يا فندم، لكن احنا بنتكلم وانت ده كل ده متخطط، تمام يا فندم، انا بتكلم تخطيط جديد، تمام يا فندم. طبقا برضه توجيه سيادتك في النقطه ديت، احنا جينا يا فندم في المنطقه بتاعت اوام سيادتك لما سيادتك امرت بالرط محور حسب الله الكفراوي يا فندم ومنطقه الاسمرات بمنطقه المقطم والربط المنطقه دي كلها بمناطق شرق القاهره يا فندم، احنا عملنا بجاري تنفيذ سيادتك صدقت الكوبري حاليا يا فندم بدانا لسه بادئين فيه دلوقتي اللي بيربط يا فندم المحور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنية المقطم يا فندم عند شارع 9 بالمقطم عشان يربط بمنطقه حسب الله الكفراوي. الكوبري ده يا فندم هيحرر فعلا الزحمه اللي كانت بتحصل عند منطقه المقطم، ودي نقطه يا فندم سيادتك كنت امرت بيها نتيجه يعني دراسه المنطقه. برضو لو في اي حاجه تاني تمام اول باول كده وانتم موجودين في المنطقه ابعتوا المقترح للهندسه هم يعملوه. شاكرين، كل سنه وانتم طيبين. عايزين تقول حاجه تاني؟ شاكرين، شكرا جزيلا. تحت رعاية رئيس الجمهورية وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة، تصل التخفيضات فيها إلى 60% في فروع كبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والشوادر وقوافل السيارات ومنافذ أمان. تتسم المنتجات المعروضة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بجودة عالية برغم انخفاض أسعارها، فالكيانات الصناعية الكبرى والشركات التجارية المتخصصة المشاركة في المبادرة بتنسيق مع وزارة الداخلية تطرحها في المنافذ بخاصة والسلاسل التجارية بهامش ربح بسيط، انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية في ظل هذه الظروف والمتغيرات الدولية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين. عدد منافذ التوزيع اللي تم اشتراك فيها تخطت أكثر من 1000 منفذ على مستوى الجمهورية، بخلاف سيارات مبادرة كلنا واحد والشوادر اللي هي بتلف ربوع جمهورية مصر العربية. بنسعى جاهدين دائما ان احنا نقدم أفضل جودة وأقل سعر للمواطن. هنا تبدأ مراحل تجميع وتغليف المنتجات المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حرص كبير على الجودة والمواصفات من قبل المشاركين، مع تأكيد على انخفاض أسعارها بنسب تصل إلى 60% في إطار المبادرة. احنا بنورد السلع كلها للسلاسل والمنافذ البيع كلها بسعر التكلفة، داعمين المبادرة، داعمين المواطن المصري. كبار الموردين بما يملكون من مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفي لشهور طويلة وفقا لما أكدوه من أكبر الداعمين لمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، فتحوا هذه المخازن لتلبية احتياجات المنافذ بشكل كبير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، فالمنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة أمان منتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح استفادة أعداد كبيرة من المواطنين من هذه السلع التي تتسم بالجودة وبانخفاض أسعارها. احنا مشتركين ب 21 فرع على مستوى 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وعاملين 5 شوادر خارجية بحيث ان احنا نقدر نوفر السلع للمواطن في اي مكان هيروح، وكمان في خصومات بتصل من 30 لغاية 60% الحمد لله، والسلع متوفرة والجودة كويسة جدا. تصل المنتجات المشاركة في المبادرة من المصانع والموردين غير محملة بأرباح كبيرة وتكون ذات جودة عالية، ما يشجع المواطنين على الشراء وتلبية احتياجاتهم وبأي كمية، فهناك وفرة في المعروض وانخفاض في السعر.
الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه بيوصل خصومات فيها 30 و40 و50%. جميع السلع الاستراتيجيه موجوده باطنان في جميع شوادر المبادره. هنا انا لقيت المبادره الحمد لله خفضت لنا تخفيض كبير. يعني اول مره اشوف الحاجه دي رخيصه كده. الاسعار تختلف طبعا عن الاسعار اللي بره، لان هنا في فرق جامد ما بين بره الغلاء اللي التجار ماشيه بيه. منذ اللحظة الأولى لانطلاق مبادرة كلنا واحد، كان تكاتف المنتجين والموردين والموزعين لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية من منطلق وطني داعم لجهود الدولة في هذا المجال، فالكل واحد لرفع العبء عن المواطنين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 151 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 291 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 58 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 81 طن، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من 65 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 366 قضية، من بينها 50 قضية خبز ناقص الوزن و67 قضية خبز غير مطابق للمواصفات بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن دقيق. أكدت وزارة الإسكان أن هناك متابعة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا على مستوى عال من الجودة، بما يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها. ويهدف مشروع جوليوس نيريري إلى إنشاء سد بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات. ويتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات ولتخزين المياه في بحيرة مستحدثة، بما يضمن توافرها بشكل دائم لأغراض الزراعة بدولة تنزانيا. أعلنت وزارة الخارجية انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خرسون الأوكرانية. وأوضحت الخارجية في بيان لها إنه تم إجلاء 11 بحارا مصريا جاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح المواطنين المصريين في الخارج. We'll be right back.
كل مرة كده. قال الكرملين إن العملية الخاصة في أوكرانيا قد تنتهي في المستقبل القريب نظرا لأن أهدافها تتحقق وبفضل الجهد الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس. وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تدرك أن بعض البلدان والتي حاولت تبني موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الدعم المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية سيتغير إذا تغيرت التكتيكات التي تستخدمها موسكو. وقال والاس في تصريحات صحفية على هامش زيارته لرومانيا إنه إذا تغيرت تكتيكات الروس فإن ما تقدمه بريطانيا إلى أوكرانيا سيتغير كذلك. قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف إن بلاده بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة ومدفعية ثقيلة من قبل دول حلف الشمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن. ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عن ريزنيكوف قوله إن تزويد كييف بهذه الأسلحة سيجعل تكلفة العملية العسكرية بالنسبة لروسيا تزيد بشكل كبير وسيؤدي إلى تقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو. تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول استهداف محطة قطارات في إقليم دونباس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا بحسب مسعفين ومسؤولين أمنيين لفرانس بريس. كما أفادت الوكالة أيضا بسقوط عشرات الجرحى جراء الهجوم الصاروخي الذي وقع بالتزامن مع إجلاء السكان المحليين. من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الهجوم مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقط هي من تستخدم الصواريخ التكتيكية التي عثر على شظاياها في المدينة. كما أشارت الوزارة إلى أن هدف الضربة كان منع سكان المدينة من الرحيل حتى يتم استخدامهم دروعا بشرية، مؤكدة أن الصاروخ أطلق من بلدة تسيطر عليها القوات الأوكرانية. ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقصف محطة القطارات في دونباس متهما روسيا بالوقوف وراء هذا الهجوم. قال زيلينسكي في كلمة أمام البرلمان الفنلندي إن روسيا ترتكب ما وصفه بجرائم إنسانية وتحول أي منطقة إلى بوتشا أخرى في إشارة إلى الانتهاكات التي وقعت في هذه المنطقة. ودعا زيلينسكي الدول الأوروبية والغربية إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وفرض عقوبات مستمرة وشديدة على روسيا بحسب تعبيره. أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا. وقال ميشيل إنه من المروع رؤية روسيا تقصف إحدى المحطات الرئيسية التي يستخدمها المدنيون للإجلاء من منطقة أو من المنطقة حيث تكثف روسيا هجومها، مشيرا إلى أن الحاجة لفرض المزيد من العقوبات على موسكو. أعلنت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمالي أوكرانيا. جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن تقييم الاستخبارات يؤكد أن القوات الروسية تتقدم في مناطق جنوبي أوكرانيا، مبينة أن القصف الروسي للمدن في شرق وجنوب أوكرانيا مستمر.
أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية المحاذية لروسيا إنه تم استعادة السيطرة على المنطقة من القوات الروسية، فيما أعلن حاكم منطقة لوهانسكا أن روسيا تحشد قواتها في شرق أوكرانيا لكنها لم تخترق الدفاعات الأوكرانية. هذا وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أنها تهدف إلى عمل ما يصل إلى 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده أعطت الأولوية القصوى لإمداد أوكرانيا بإمكانات عسكرية حيوية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. وأكد بايدن أن هذه الإمكانات العسكرية والأسلحة حققت فعالية شهد بها العالم، مضيفا أن الجيش الروسي ربما يكون قد فشل في تحقيق هدفه في الاستيلاء على كييف، لكنه يواصل ارتكاب أعمال مروعة ضد الشعب الأوكراني. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الاستراتيجية المعتمدة في التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتمثل في تكبيد موسكو خسائر فادحة. وفي مؤتمر صحفي أضاف شولتز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واثقا من أن أوروبا لن تكون موحدة حال عملياته العسكرية في أوكرانيا، مشددا على أن أوروبا كانت ولا تزال موحدة. أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر أن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 لدعمها في التصدي للعملية العسكرية الروسية. قال هيجر والذي زار العاصمة الأوكرانية كييف إن هذه الهبة جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. جمد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن العقوبات تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات المالية. هذا وتبنى الاتحاد الأوروبي رسميا خامس حزمة من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى اعتبارا من أغسطس المقبل. هذا وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، ما يزيد تقويض التجارة. كذلك ستحظر جميع المعاملات مع 4 بنوك رسمية. We'll be right back.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد أعاد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، وذلك في خطوة تؤكد تحسن الوضع الأمني هناك. قال بوريل إن عودة السفير ستساعد في ضمان أن يعمل الاتحاد الأوروبي وحكومة أوكرانيا معا بشكل مباشر وعن كذب، وصفا الأمر بأنه مثير للإعجاب. توجه المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق يوما واحدا، وتتضمن زيارة المستشار النمساوي لقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف وتفقد بلدة بوتشا والتي شهدت أعمال عنف على مدار الأيام الماضية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عقب لقائها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف إن معركة أوكرانيا هي معركة أوروبا بأكملها، مشددة على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. قالت فون دير لاين إن أوروبا تحشد اقتصادها لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دفع ثمن ثقيل للعملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن روسيا سوف تتضاءل فيما تنطلق أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي. اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان هو الصواب. قالت إن الاتحاد الأوروبي يرى أن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات، وأن على الاتحاد أن يبقى متيقظا وأن يعيد تجديد العقوبات. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده تتطلع إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا واستعادة السلام، كما أنها تبذل جهودا حثيثة لتحقيق تلك الغاية بطريقتها الخاصة. وأضاف وانغ يي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى العديد من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول أخرى، وشرح بشكل شامل موقف الصين المبدئي بشأن القضية الأوكرانية، مضيفا أن الصين تؤمن بأنه يتعين على جميع الأطراف العمل على تهيئة البيئة المناسبة والظرف اللازم لدفع محادثات السلام قدما وتسهيل السلام والمفاوضات بدلا من صب الزيت على النار. وأكد وانغ يي أن الصين تدعم الجانب الفرنسي في التمسك بالاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا والسماح للشعوب الأوروبية بالإمساك بزمام مصير القارة بأيديها، مضيفا أن الصين تقدر عدم اعتراف فرنسا بمنطق سياسة الكتل، وفي الوقت نفسه تعتقد أنه لا ينبغي السماح لعقلية الحرب الباردة بالعودة إلى الظهور. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده اقترحت أن تكون بيلاروسيا البلد الذي يوفر الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وأضاف لافروف أن بلاده متمسكة باستمرار دور بيلاروسيا في المفاوضات مع أوكرانيا، مع أن يلعب ويستمر شركائنا في بيلاروسيا بلعب دور إيجابي في عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وبيلاروس تعتبر ساحة رائعة لكي تستمر هذه المفاوضات، ورغم أن الجميع يتفق حتى لا يستثنى أيضا اللقاء في دول أخرى وفي منصات أخرى. أنا لا أود هنا أن أدخل في تفاصيل عملية المفاوضات ومحتواها، لقد تحدثنا عن أكثر من مرة عن هذا الموضوع. أود هنا فقط أن أقول أنه وفقا لطلب الجهة الأوكرانية وصفتها الحيادية وعدم انضمامها إلى الأحلاف وغير النووية، يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأراد شركائنا أو جيراننا أن يكون هناك دول من الجيران وأيضا دول في مجلس الأمن الدول دائمين، ونحن أكدنا أنه يجب أن تكون جمهورية بيلاروس من بين هذه الدول الضامنة للأمن، ويجري الآن التوافق على هذه القائمة، ونحن نقف مع أن تكون بيلاروس من بين هذه الدول.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوقع أن تصعد القوة الروسية هجماتها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وقال ماكرون إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تتوقف في الأيام المقبلة، مضيفا أنه لا يرى سوى فرصة ضئيلة للحصول على تنازلات دبلوماسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت قريب. أعلنت روسيا أنها قررت طرد 45 دبلوماسيا بولنديا من أراضيها بإجراء جوابي. وذكرت الخارجية الروسية أنها استدعت سفير وارسو وأبلغته أنها اتخذت هذا الإجراء كمعاملة بالمثل لما فعلته بولندا. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها قررت ترحيل 2 من موظفي سفارة بلغاريا في موسكو ردا على إجراء مماثل سبق وأن اتخذته حكومة صوفيا، موضحة أنها سلمت مذكرة بذلك الأمر إلى القائم بأعمال السفارة البلغارية في موسكو والذي تم استدعائه من قبل الوزارة. سجلت نسبة التضخم في روسيا ارتفاعا جديدا فبلغت 16.7% في مارس على أساس سنوي بحسب بيانات وكالة روستات للإحصاءات، وهو معدل لم يسجل منذ مطلع عام 2015 حسب ما ذكرت فرانس بريس. ومقارنة بفبراير من هذا العام ارتفعت الأسعار ب 7.6% من شهر إلى آخر، وتتجاوز نسبة التضخم في مارس هدف 4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر على الأسعار. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس، حيث تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تعطيل صادرات القمح والحبوب. قالت المنظمة إن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس، محققا قفزة هائلة إلى أعلى مستوى جديد منذ إنشائه في عام 1990. كشفت الحكومة الألمانية النقابة عن حزمة دعم بمليارات من عملة اليورو لمساعدة الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا على مواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو. وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان مشترك إن الإجراءات تشمل 100 مليار يورو في شكل قروض مضمونة من الدولة و7 مليارات يورو في شكل قروض عامة رخيصة ومساعدة مالية مباشرة للشركات ذات الصلة بشكل منهجي. يكثف المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية تجمعاتهم مع اقتراب موعد الانتخابات والتي يتنافس فيها 12 مرشحا على مقعد رئيس البلاد.
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن برنامجه لتعزيز الاقتصاد الفرنسي وتحقيق المساواة وتحسين ردود أفعال فرنسا على الأزمات العالمية إذا فاز بولاية ثانية في الانتخابات، حيث نظم ماكرون أول تجمع حشد له في سباق إعادة انتخابه، طالباً الحشود المتجمعة بالانضمام إليه فيما سماه بالمعركة الوطنية. قدم ماكرون تفاصيل عن برنامجه الانتخابي، لكنه تناول أيضاً ملف الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن فرنسا قد لعبت دور الوسيط في طليعة الجهود الدبلوماسية لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. كل ما يمكن أن يقوم به رئيس جمهورية قام به رئيس الجمهورية الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون. على الرئيس الفرنسي أيضاً أن يكسب ثقة الجمهور ويأتي بقوة لوضع حلول أيضاً سياسية تضع فرنسا وتضع أوروبا على خارطة متوازنة ما بين علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وعلاقتها مع روسيا والصين من ناحية أخرى، لأن أوروبا اليوم في مكان لا تستطيع الاستغناء عن روسيا وعن الصين، ولكنها مرتبطة ارتباط وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعليها أن تحاول الاعتماد على نفسها أكثر فأكثر. على صعيد آخر، تمكن إريك زامور مرشح اليمين المتطرف البالغ من العمر 63 عاماً من حشد أنصاره في ساحة تروكاديرو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث صرح المرشح المحارب للهجرة أن حزبه هو الحزب الحقيقي لليمين، وقال إن حزبه وأنصاره هم وحدهم ورثة الحق الذين يحبون فرنسا والشعب والعمل والنظام والهوية. بالنسبة لي، الاختيار للمرشحين سيكون من خلال قوة برنامجهم فيما يخص القوى الشرائية، لأن عندي أولاد وأريد لهم أن يعيشوا بشكل جيد. هذا ملاحظ جداً، ولا أستطيع أن أقول شيء آخر. الأسعار زادت منذ فترة، وللأسف لم ينتهي الأمر وستستمر الزيادة. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ماكرون بنحو 10 نقاط على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان وغيرها من المنافسين، مما يضعهما في وضع يسمح لهما بالوصول إلى جولة الإعادة وإعادة سيناريو انتخابات عام 2017. ويتوقع الخبراء أنه في هذه الحالة من المتوقع أن يفوز الرئيس الفرنسي. إنها الأزمة في أوكرانيا تقلقنا وتشغل أفكارنا، ولهذا سأختار بناء على موقف المترشحين منها. بالتأكيد هناك بعض الأمور تشغلنا، ليس فقط ملف القوى الشرائية، هو ملفات أخرى مثل الأمن والأمن الدولي والبيئة. كل هذا هو أمر هام أيضاً، البيئة مهددة، ولهذا كل الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه نحن نرحب بها. ووفقاً لآخر الاستطلاعات، حصل جان لوك ميلنشون على المركز الثالث بنسبة 14% من الأصوات، بفارق كبير عن مارين لوبا التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 22%. بالطبع سأقوم بالتصويت. بالنسبة لي الملف الأهم هو الملف الأوكراني، لأنه له تداعيات على ملف القوى الشرائية، ولهذا الأهم سؤالي هنا، هل فرنسا ستقوم بدورها لتحقيق التقارب والسلام؟ نعم، تقوم بجهود في هذا الاتجاه. ويدرس المواطن الفرنسي البرنامج الانتخابي ل12 مرشحاً متسائلاً عن دور فرنسا في الأزمة الأوكرانية ورئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه دخل الحملة الانتخابية الرئاسية متأخراً عما كان يرغب فيه، مضيفاً أن لديه روح الانتصار لا الهزيمة. ولا يزال ماكرون الذي كان متوقعاً قبل أسابيع قليلة إعادة انتخابه لولاية ثانية متقدماً في استطلاعات الرأي بفارق قليل عن اليمينية مارين لوبان. وارتفعت لوبان في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تواجه ماكرون في الجولة الثانية. ها
حذرت الصين الولايات المتحدة من تجاوز ما وصفته بالخط الأحمر لمبدأ الصين الواحدة بعد تقارير عن زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها سترد بشكل حازم. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية أوكرانيا تحث على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي أي بلد، لكن فيما يتعلق بمسألة تايوان فإنها تتخطى بشكل صريح الخط الأحمر لمبدأ الصين الواحدة. يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفه المصري البورسعيدي السبت في الجولة 13 من الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بينما يوجد المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 16 من أبريل الجاري بالقاهرة. يختتم فريق الزمالك استعداداته للقاء مصر المقاصة والمقرر له غدا السبت في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز. كان الزمالك قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 ليخطف وصافة الترتيب برصيد 28 نقطة. توج محمد ياسين المصنف الثاني عالميا بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب المقامة بالإمارات، وجاء ياسين في المركز الثاني بعد خسارته من لاعب المجر شومبور كيش ثيلي بنتيجة 12 مقابل 14. يشار إلى أن اللاعب محمد ياسين كان قد حصل على الميدالية الفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة. وفي أخبار الطقس، توقعت هيئة والأرصاد أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفيما يلي بيان لدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الخارجية تعلن انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خرسون الأوكراني. موسكو تلمح لانتهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا قريباً، وكييف تطلب من الناتو أنظمة دفاع جوي ومقاتلات.
لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv والبث المباشر على اليوتيوب Extra News Live Stream، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب، ويمكنكم كذلك تحميل تطبيق Extra News من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، لكم منا كل التحية زميلتي داليا أبو عميرة وهذه أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.